اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع الشركة الناشئه وملف رياده الاعمال مشيرا في هذا الصدد الى قرار المجلس الاعلى للاستثمار بانشاء وحده دائمه بمجلس الوزراء تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبه لنمو وازدهار الشركه الناشئه جاء ذلك خلال لقاء بمقر الحكومه بالعالمين الجديده مع مسؤولي شركه انطلاق لدعم رياده الاعمال والشركات الناشئه حيث اكد رئيس الوزراء الاهتمام الكامل بانشاء المنصه الخاصه برياده الاعمال والشركات الناشئه مشيرا الى انه سيتم التعاون مع انطلاق في هذا الصدد وموجها بسرعه عقد اجتماع حول هذا الشان